تعتبر المعسكرات الصيفية من أهم الأنشطة خلال فترة العطلة الصيفية، فهي تهيئ الأرضية المناسبة للاستفادة من الأنشطة المختلفة. ولعل أبرز الأنشطة التي تسهم في تحفيز الإبداع هي الأنشطة الفنية التي تسهم في تحقيق التفكير الإبداعي، إلى جانب تمكينهم من كسب مهارات جديدة. تساهم الأنشطة الصيفية مساهمة كبيرة في تنمية المهارات وتطوير التواصل، وتعتبر الأنشطة الفنية من أبرز الأنشطة التي يتم الإقبال عليها خلال هذا الفصل بسبب فوائدها المتعددة. بالنسبة حقي أنا أشوف أن التلوين في الكانفاس واجد أنه يحفز من نواحي كثيرة، من أولها تنمية العقل للأطفال، تنمية حركة الإيد مع الفكر وانتي تلونين. بالنسبة للأطفال احنا قاعدين نتكلم من عمر 5 سنين وأبف، يساعد في البروبلم سولفينج، غير دا ينمي العقل ان نخلي الواحد يفكر بطريقة إبداعية أزيد. يعني مثلا احنا بنتكلم عن الفن التجريدي، انا بتشوف السماء سرقة بس اذا شفتها احمر في الابستراكت عادي يصير، فيخلي الواحد انه يبدع أزيد ويطلع رايه ويطلع روحه من اوكي 1+1=2، لا انا اقدر اقول 1+1 في الفن يساوي 10 ويصير. تنمية العنصر البشري وتنشئة الأطفال والشباب من أهم الركائز التي وضعتها مملكة البحرين، ولا بد من استغلال أوقات فراغهم بما يتوائم مع التطور الحضاري الذي تشهده المملكة، لا سيما في عصر تدفق المعلومات والفضاء المفتوح. لازم الواحد ينمي الجانب الإبداعي في الطفل. شلون نتوقع جيل ثاني يطلع ممكن انه يطلع لنا مهندس او كرياتيف او كونتنت كرياتور او اللي يكون، اذا احنا بس نخليه في المدارس. نصيحتي للاولياء، شوفوا اولادكم شنو يحتاجون. اذا ولدك يحتاج تعليم ركز في التعليم، ولدك يحتاج انه ينمي الابداع نمي ابداعه، لان انت ما بتخسر، انت بتستفيد منه ازيد. البحث والمبادرة والارتقاء بالقدرات والمواهب، هذه هي الفرصة التي تقدمها المعسكرات الصيفية الفنية لمنتسبيها، إلى جانب تمكينهم من كسب مهارات جديدة وصقل شخصياتهم المستقبلية، ما يسهم إيجاباً في المجتمع من خلال تطوره الثقافي. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.